أكد الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس حزب الجماهير الوطنية أهمية دور عشائر المحافظة في حفظ وحدة نسيج مكونات المحافظة، مشيدا بالتضحيات التي قدمتها عشائرها، ودعا رئيس الحزب شيوخ ووجهاء العشائر إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم البناء من أجل النهوض بالواقع الذي تعيشه المحافظة سيما بعد دحر الإرهاب في مدنها. جاء ذلك خلال حضور رئيس حزب الجماهير الوطنية مع الدكتور قتيبة الجبوري عضو مجلس النواب تجمعا عشائريا كبيرا في قرية البطعمة شمال تكريت. بدوره أكد النائب قتيبة الجبوري وقوف المؤسسات الحكومية سيما التشريعية منها مع المؤسسات العشائرية التي استطاعت أن تبرهن قدرتها على التصدي لكل المشاريع الهدامة الهادفة لتمزيق الوحدة الوطنية والمجتمعية في البلاد.